باشرت مديرية بلدية العوجة بحملة واسعة لتنظيف منطقتي عوينات وزلاية لرفع الإنقاذ من الطرق والساحات العامة، وطالب مدير البلدية علي صافي عبد الأهالي التعاون مع ملكات البلدية وعدم رمي النفايات وركام المنازل في الشوارع لتسهيل الانتهاء من عملية التنظيف للبدء بتأهيلها ضمن خطط الإعمار بالمحافظة. تنفيذا لتوجيهات السيد محافظ صلاح الدين المحترم والسيد مدير بلدية صلاح الدين المحترم، تقوم كوادر مديريتنا مديرية بلدية العوجة هذا اليوم بحمل لرفع النفايات والأنقاض من مدينة عوينات. كانت الأعمال متوزعة مثلا في منطقة الشعبة وحول الجامع والساحات العامة والدوائر الحكومية، إضافة إلى حملة لتنظيف المدرسة الثانوية والابتدائية في المنطقة، بالإضافة إلى الأعمال الاعتيادية في منطقة الزلاية والشارع العام قرب مدينة العوجة. طبعا مستمرين بأعمال التنظيف بصورة عامة وأعمال إدامة الجزرات والحدائق ضمن قواطع العمل المختلفة. من هذا المنبر نهيب بمواطن الكريم بمناطقنا كافة وبمنطقة عوينات خاصة التعاون مع كوادر مديريتنا وعدم رمي الأنقاض أنقاض البناء والترميم بصورة عشوائية داخل الأفرع والساحات، من أجل يعني أولا خدمة لصالح العام، وثانيا من أجل جمال المنطقة، ومن الله التوفيق.